في مواقف تتذكريها وقت صارت معك هونيك من أول رحلة؟ من أول رحلة بتذكر كتير أشياء. ما في شيء، طيارة بس. أنا منون اللي راح تطلعني من هون قريب. أنا كمان متزوج واحد زنجيل كتير، بطلع بالطيارة وبجيب منها 3 أولاد. I'm very happy to see my people. ويسافر عيشي حياتك انبسطي بس انسيني بس خليني اشوفه بعد مرة واحدة ضمه لصدري اشتقت له كتير بابا زيح عند الشباب كمان مش سألت علي عم بركب كلب تفتش بدليل طلقت بأول الثورة السورية لأنه ما كان موافق على عملي بالثورة وأنا كنت مصرة أنه أنا ما في أشوف هذا الظلم كله ووقف ساكتة لأنه عندي أولاد وأولادي ما أحسن أولاد الناس اسكتي شوي أحب النبي وأنت المسلم كرهك هذا العرس اللي تستقبلني به هذا هو وعدك تحبني كعرس القصب نبدل ونزين ونجي على الفرش ونتمد واللي بينا جميع ما عنده حتى قيمة عندك رتحتك من تربية الأولاد باش تبدأ تخدم رايض ضحيت بقرايتي على خاطرك تنزل قنابل بتنزل عراسنا وقتها بدها تمطر بتمطر عراسنا وإذا قررت الشمس تضرب بتضرب على راسنا طبعاً حاجة بقى بدي روح على بيتي أنا وأقعد بالقصف هنيك أحسن لي أعرف ما تقاسينه وما تعيشينه في ذلك السجن المظلم لكن تأكدي يا حبيبتي أن صمودك وصبرك لهذا العذاب هو مثل صمود هذا الشعب في توقيل الحرية والكرامة